شفنا الابتسامة ديال يوسف النصيري بعد التسجيل. الحمد لله قدمنا مباراة رائعة، ضيعنا بزاف ديال الفرص، الحمد لله قدينا أننا نتعرف ونتعامل مع نجيرة والماتش 90 دقيقة. الحمد لله فرحان باللعابة بداكشي اللي عطاو حتى الاخر ديال الماتش، وكنشكروا الجماهير على المساندة ديالهم اللي ساندونا حتى الاخر ديالنا، وان شاء الله باقي الخير لقدام ان شاء الله. القادم سيكون اصعب اكيد، هل تعتقد انه لازم تحسين خصوصا على مستوى الهجوم، عدم تضيع فرص كثيرة؟ الحمد لله كما كتقول القادم سيكون اصعب، ولكن كاع المباريات اللي دوزناهم صعب، كيف ما كنشوفوا اي مباراه دخلنا نلعبوها كنشوفوها انها صعيبه. المباراه الجايه اللي غنلعبوا حتى هي غتكون صعيبه، وغنتكونسونطراو 100% باش نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونهديوها الجماهير المغربيه ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا.